الجوار العربي الأوروبي هو جوار تاريخ المنطقة العربية، يعني بتعتبر الشريك الأول لأوروبا. الاستقرار والأمن في المنطقة العربية يتأثر به الأصدقاء والشركاء في أوروبا، وأيضا الاستقرار والأمن في أوروبا يتأثر به المنطقة العربية. بنحتاج في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي إلى مزيد من التواصل، مزيد من التنسيق، مزيد من الحوار لإيجاد أرضية مشتركة أكثر من ذي قبل لمعالجة الموضوعات المختلفة ولتطوير التعاون فيما بيننا.